مع انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا والانتخابات الأمريكية التي أطاحت بترامب وجاءت ببايدن، وجدت طهران فرصتها الذهبية للمضي قدما بملفها النووي مجددا، فرفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% لتخالف بذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي لا يسمح بنسبة نقاء لليورانيوم أكثر من 3.67%. الحكومة الإيرانية أقرت برفع نسبة التخصيب بتوجيهات من الرئيس الإيراني حسن روحاني وفق برنامج أقره البرلمان الإيراني تحت مسمى الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأمريكية، ما فسره المراقبون بأنه انسحاب من الاتفاق النووي. رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال إن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفع نسبة التخصيب إلى 20% وفق مهلة أقرها البرلمان لأطراف الاتفاق النووي تمتد لشهرين لتنفيذ تعهداتها، وهذا يعني أن طهران تتجه نحو نقطة لا عودة لإجبار أطراف الاتفاق على إلغاء العقوبات الأمريكية عليها. ولم تكتف طهران بالتصعيد النووي، بل صعدت من عرقلتها لطرق الملاحة في مياه الخليج العربي، وآخرها احتجاز ناقلة نفط كورية جنوبية قادمة من السعودية إلى الإمارات. بايدن وفريقه والأطراف الأوروبية ركزوا مؤخرا على برنامج إيران الصاروخي، فربطت واشنطن عودتها إلى الاتفاق النووي بعودة طهران إلى الالتزام بتعهداتها النووية وإخضاع برنامجها الصاروخي للتفاوض. الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت عن قلقها بشأن رفع نسبة التخصيب، موضحة أن مديرها العام رافائيل ماريانو جروسي سيقدم تقريرا بذلك إلى أعضاء الوكالة. وكالة المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقدان بأن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري أوقفته عام 2003. التصعيد الإيراني النووي والملاحي يجعل من الصعب أن تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2017، ما يعقد المشهد وسط توترات عسكرية في المنطقة قد تندلع شرارتها في أي لحظة كما يرى مراقبون.